فات الجولة الثالثة لبطولة القسم الوطني الأول التي جرت عشية اليوم. وإليكم أو نتعرف على النتائج المسجلة معا على السنتي إذا أمكن. إذن وذا تلمسان تعادل مع مولودية طهران بهدفين مقابل هدفين. اتحاد عنابة فاز على أهل البرج بهدفين دون مقابل. أولمبي شلف فاز على رائد القبة بهدف دون مقابل. تعادل بدون أهداف بين جمعية طهران وشبيبة بجاية. شباب بلوزداد هدفان، وفاق سطيف هدف واحد. نصر حسين داي واتحاد بوليدة بدون أهداف أيضا. ومولودية قسنطينة شبيبة القبائل. شباب باتنا اتحاد جزائر. اللقاءان أجل لموعد لاحق بسبب انشغال الفريقين بكأس إفريقيا للأمم أو كأس إفريقيا للكاف والكؤوس. إذن الترتيب: اتحاد عنابة في المركز الأول بسبع نقاط مؤقتا، اتحاد جزائر في المركز الثاني بست نقاط ناقص مباراة مع أولمبي شلف، في المركز الرابع شبيبة بجاية بخمس نقاط مع مولودية طهران، في المركز السادس شبيبة القبائل بأربع نقاط ناقص مباراة اتحاد البوليدة وجمعية طهران أيضا وشباب بلوزداد والجميع بأربع نقاط، في المركز العاشر أهل البرج بثلاث نقاط رفقة نصر حسين داي، في المركز 12 شباب باتنا بنقطتين ناقص مباراة، في المركز 13 مولودية قسنطينة بنقطة واحدة ناقص مباراة مع وفاق سطيف رائد القبة ووداد تلمسان والجميع بنقطة واحدة.